رجعني بالاغراض مثل ما هي احمر. ما اقدر اصرف، خليني اروح وبجيب لك فلوس اللي اخذتها منك بعدين. تعرف خبي خبي. بطلق بطلق النحشه، سياره الحكومه موجهه هنا. اقول لازم اغير البيت، الحكومه دلته. طيب نزل هنا، وادبر نفسي. وين انزلك؟ هنا. لا يا اخوي بروح معك. تروح معي وين؟ بيتكم. تبيني انام في الشارع يا حمار؟ ومن غير فضل ولا منه علي ولا كلمه. طيب بسرعه الحكومه ورانا. اقل اسكت. هذا جايب معاه واحد شبهه، شكله يخوف، بيدخل علينا. لا حول ولا قوه الا بالله، هذا ما يستاهل على وجهه. اقول قفلي الباب زين وانا بروح اتفاهم معه. لا تكفين اقعدي، ما نبي مشاكل معه. لا تخافين يا مي، لا تخافين، وانا امك، تبين نفسك انت بس. هلا يا وقت، وين اللي على بالي يجي ويروح. أقول لك تبي حق راسك ولسنة قدام. يا والله تكفى مقطوعين، زوجني أختك اللي شفتها برا. وأبشر وأبشر بوالله اللي سنعك بكل شيء. قوم أنت وياه واطلعوا برا. أنت ما تخافون الله؟ أنت ما تستاهل دمك؟ ما عندك نخوة ولا رجولة؟ مدخل رجال غريب على علك. الرجال هذا بنوم عند الليلة غصبا عن اللي يرضى واللي ما يرضى. تقلعي. ما باقي إلا السرابيل تسكنون ببيتي. أقول يا نواف طلع برا. الرجال هذا اللي مو بعجبك صار زوج بنتك، زين احترميه واحترميني، فاهمة؟ كفو يا النسيب. فككوها. هدي يا مي، وراس كذا عدله. اقول لس مسكتهم قربت. انت بس انتبهي للوالده وانتبهي لنفسك، خلي الموضوع علي. يلا مع السلامه. موجودين؟ ايه. ادخلي. موقع محاصر ترى، ما في داعي للمقاومة. أقول ابعدوا ولا فترت راسه. نزل السلاح وتفاهم. نزل سلاحك. تركوا لنا.